زينب عمري 18 ساكنة ببغداد. فيديو انتشر تحت عنوان زينب صباح من كانت ايام الجاهلية، طلع فيديو لهاي البنية بحد برامج المسابقات اللي ما اعرف حقيقة شنو هذا البرنامج اللي ما شفناه وما سمعنا عنه، انه على اساس هاي البنية اللي طلعت بداية الفيديو ودشوفون صورها هي اليوتيوبر والتيك توكر زينب صباح. لكن الفكرة بالموضوع انا جبت لكم وشفتوا انتم زينب صباح هاي صورها ببداياتها لما كانت صغيرة، وايضا هاي البنية، وبوجهة نظري ماكو شبه بيناتهن، لان انتو شفتوا الصورة اللي يريد يعرف حياة زينب صباح موجودة، صورها موجودة، امورها كلها من كانت قديمة ومن كانت صغيرة. وهاي البنية صح يمكن تشابه اسماء او تشابه نبرة الصوت، لكن انا بوجهة نظري انه هاي مو زينب صباح. انت من وجهة نظرك هل هي هاي زينب صباح ام لا؟ اكتب لي رأيك بالتعليقات على هذا الموضوع، اللي حقيقة وين ما اروح ده يطلع لي، حتى ذاك اليوم فتحت الثلاجة طلعت لي هاي الصورة وهذا مقطع الفيديو باليوتيوب. والأهم من هذا انه هذا البرنامج مال شنو يا مواهب.